فأقوى الأشياء في الطبيعة ليس الجبل والصخرة والحديدة ولا ولا ولا، أقوى الأشياء هو الهم. فلذلك الإمام علي عليه السلام كان دائما يقول هم دهاك وهم دهاني وغم دهاك. وذلك وإذا واحد يقول ذلك صارت بعدين شنو؟ صارت عندنا أم داك، هي قول ما هم دهاك، صارت أم داك. شوف سوي أم داك هي هم دهاك غم دهاك. فالإمام علي كان أقصى شيء يقول هم دهاك غم وهاك، طبعا مكرمين أن أضع يدي أمامهم بس للتوضيح هذا. وإذا صارت هم دهاني وأم داني، يعني هي غم دهاني، صارت أم داك وأم داني، هي هم دهاك وهم دهاني. يعني إذن أقوى شيء